بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ المحاضرة اليوم في تناول حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في مستوى معيشي كافي. لقد كفلت العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية الحق في مستوى معيش كافي، بل كفلته أيضا القرارات الدولية، لا سيما قرارات الجمعية العامة، وأيضا تساهم العديد من الوكالات المتخصصة في إحمال هذا الحق، منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وأيضا منظمة الأغذية والزراعة الفاو، كلها منظمات ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة تساهم في إعمال هذا الحق. وتحديدا نحن في هذه المحاضرة بإذن الله سنركز على هذا الحق من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديدا المادة 11 فقرة 1، حيث تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافي له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. الحق في الغذاء، يتم إعمال هذا الحق عندما يتاح ماديا واقتصاديا، وهذا ما سنفسره لاحقا، لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص في كافة الأوقات سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. ما هو المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي؟ هناك معايير أساسية يجب أن تتوفر في الغذاء لكي نقول أن الإنسان بالفعل يحصل على حقه في الغذاء الكافي أو الغذاء المناسب. بداية يجب أن يتوفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة. يعني نتحدث هنا عن توفر الغذاء من ناحية الكمية العددية ومن ناحية النوعية أي الجودة. أيضا يجب أن تتوفر الاحتياجات التغذوية، بمعنى أن النظام الغذائي ككل يتضمن خليطا من المغذيات اللازمة لنموه الجسمي، أي بمعنى للنمو الجسمي والنفسي لمن؟ للأفراد، ولنماء وتطور النشاط البدني، وتكون هذه المغذيات متمشية مع من؟ مع الاحتياجات الفسيولوجية البشرية في جميع مراحل الحياة ووفقا لنوع الجنس والمهنة. أي بمعنى أن الإنسان في مراحل تطوره العمرية يحتاج لكميات مختلفة من الغذاء كما ونوعا. الطفل يختلف بالطبع عن المراهق، يختلف أيضا عن الشاب الناضج، وهكذا طوال فترة الحياة العمرية. أيضا المهنة تفرض نوع خاص، تفرض نوع خاص من الأغذية يجب الحصول عليها، فالذي يعمل بأعمال تحتاج لجهد بدني يختلف عن الشخص الذي يعمل بأعمال تحتاج إلى جهد عقلي. كل له احتياجاته التغذوية الخاصة. أيضا يجب أن تخلو الأغذية من المواد الضارة، وهنا نتحدث عن وجود اشتراطات تتعلق بالسلامة الغذائية وجملة من التدابير الوقائية التي تتخذ بوسائل عامة وخاصة لمنع تلوث المواد الغذائية بشوائب أو حتى بسبب انعدام الشروط البيئية الصحية أو المناولة غير السليمة في مختلف المراحل التي يمر بها إنتاج الأغذية. أيضا هناك شرط مهم لضمان التمتع بالحق في الغذاء المناسب أو الكافي، مقبولية الغذاء من الوجهة الثقافية أو وجهة المستهلك، وهذا يعني الحاجة إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار قدر المستطاع
قيم مستشفى غير العناصر المغذية، وترتبط هذه القيم بالغذاء وهموم المستهلك المستنير فيما يتعلق بطبيعة الإمدادات الغذائية المتاحة. هناك نوع من الناس يحتاج أن يكون الغذاء السلع مقدمة بطريقة معينة ومنتجة بطريقة معينة، فهو من حقه ذلك. إمكانية الحصول على الغذاء، وهي تشمل الإمكانية الاقتصادية والمادية، أي بمعنى إن أردنا أن نتحدث أن شخص ما يحصل على غذائه المناسب أو جماعة تحصل على حقها بالغذاء المناسب، يجب أن يكون هناك إمكانية اقتصادية ومادية في الحصول على هذا الغذاء. بمعنى الاقتصادية أن يتحمل التكلفة، وتكون التكلفة للحصول على الغذاء ميسورة وبمتناول اليد، خاصة لدى الفئات المهمشة والضعيفة. وكذلك بخصوص المادية، أي أن يحصل الجميع بدون تمييز على حقه بالغذاء، وأن يصل إلى هذا الغذاء بشكل آمن وبسهولة، خاصة أيضا الفئات الضعيفة والمهمشة. الحق في مستوى معيش كاف، تناولنا بداية الحق في الغذاء كأساس في الحق في مستوى المعيش الكافي، ثم بعد ذلك سننتقل إلى حق هام يقع في صلب الحق في مستوى معيش كاف، ألا وهو الحق في الماء. الحق في الماء من حق كل إنسان أن يحصل على الماء بكمية ونوعية مناسبة، بكمية ونوعية مناسبة. وهنا دعونا ننتقل إلى ما هو المضمون المعياري للحق في الماء. المضمون المعياري، أي بمعنى الخصائص التي يجب أن تتوفر في المياه لنقول أن شخص ما أو جماعة ما بالفعل تحصل على حقها في المياه. بداية يشمل الحق في المياه حريات وحقوق في آن واحد، وتتضمن الحريات الحق في مواصلة الاستفادة من الإمدادات الموجودة للمياه اللازمة لإعمال الحق في الماء، والحق في عدم التعرض للتدخل فيه، مثل الحق في عدم التعرض لوقف تعسفي لإمدادات المياه أو تلوثها. وبالمقابل تتضمن الحقوق الحق في نظام للإمدادات بالمياه وإدارتها، يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بالحق في الماء. بالطبع ينبغي أن تكون عناصر الحق في الماء كافية لصون كرامة الإنسان وحياته وصحته. دعونا أيضا نؤكد على مجموعة من العناصر التي يجب أن تتوفر في الحق في المياه، بمعنى أن هذه العناصر في حال توفرها بالفعل نقول أن هذا البلد، هذه الجماعات، هذا الفرد، هؤلاء الأفراد يتمتعون بحقهم في المياه. وعدم توفرها يعني أنهم لا يتمتعون بحقهم في المياه. أول هذه العناصر هي التوافر، بمعنى أنه ينبغي أن يكون إمداد الماء لكل شخص كافيا ومستمرا للاستخدامات الشخصية والمنزلية. وتتضمن هذه الاستخدامات بصورة عادية الشرب والإصحاح الشخصي وغسيل الملابس وإعداد الغذاء والصحة الشخصية وصحة الأسرة. وينبغي أن تتمشى كمية الماء المتوفر لكل شخص مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية بالمتوسط للفرد 150 لتر
في اليوم بالطبع هذا لما يتعلق في كل استخداماته الشخصية من شرب واستحمام ودون ذلك من احتياجات الشخص. بالطبع يحتاج بعض الأفراد والمجموعات إلى كميات إضافية من الماء بسبب الظروف الصحية والمناخية وظروف العمل، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لن نكتفي لإعمال الحق في المياه فقط في توفير كميات مناسبة منه، ولكن أيضا يجب أن تتوفر نوعية مناسبة للماء لكي نقول أن هناك بالفعل يتمتع الأفراد في هذا المجتمع بالحق في المياه، سواء للاستخدامات الشخصية أو المنزلية. أي بمعنى ينبغي أن يكون الماء اللازم لكل من الاستخدامات الشخصية أو المنزلية مأمونا، وبالتالي ينبغي أن يكون خاليا من جميع الملوثات الميكروبية والكيميائية وغيرها من الملوثات. أيضا عنصر هام وهو إمكانية الوصول، ينبغي أن يكون الماء ومرافقه وخدماته متوفرة للجميع دون تمييز داخل نطاق بالطبع أي دولة طرف في هذا العهد، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولإمكانية الوصول 4 أبعاد متداخلة. بداية إمكانية الوصول المادي، أي أن يكون الحصول على الماء آمن وأن يحصل عليه الجميع، لا سيما الفئات الهشة والضعيفة. الجميع يستطيع أن يحصل على هذا الحق، أي يحصل على المياه وبطريقة آمنة. إمكانية الوصول الاقتصادي، أن يتحملوا التكلفة المادية، أي أسعار المياه. وأيضا عدم التمييز بين فئات المجتمع كافة، قويها وضعيفها، لا سيما هنا نركز على الفئات المهمشة والضعيفة. يجب الجميع أن يحصل على حق في المياه بدون أدنى تمييز. وأيضا إتاحة المعلومات حول المياه من ناحية الكمية ومن ناحية النوعية، هذا له أثر بالغ الأهمية على إعمال الحق في المياه. دعونا نذهب إلى أيضا حق هام من الحقوق الأساسية الذي يأتي ضمن الحق في مستوى معيش كافي، وهو الحق في السكن المناسب أو السكن الملائم. الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا يجعله فقط مساو للحصول على أي منزل أو أي سكن ما، حتى لو كان لا يراعي المعايير الصحية والمعايير المناسبة للسكن، ونقول عنه أنه فعلا هذا الشخص حصل على حقه في السكن. لا، ينبغي النظر إلى الحق في السكن باعتبار حق المرء في أن يعيش في مكان وفيه كل وسائل الأمن والسلامة والراحة وحفظ الكرامة. أيضا ما هو المضمون المعياري للحق في السكن الملائم؟ هناك عدة معايير يجب أن تتوفر في الحق في السكن الملائم. أولها الضمان القانوني لشغل المسكن. ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات. عليه يجب أن تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة للأشخاص والأسر الذين يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية، وذلك بالطبع من خلال تشاور حقيقي مع الأشخاص والجماعات المتأثرة أي ذات العلاقة. يجب أن تتوفر أيضا في السكن
وتوفر له الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية. بمعنى أن المسكن الملائم يجب أن تتوفر له المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية. معيار آخر، صلاحية السكن. بمعنى أن المسكن الملائم يجب أن يكون صالحا للسكن من حيث توفير المساحة الكافية لساكنيه وحمايته من البرد والرطوبة والحر والمطر والريح وغير ذلك من العوامل التي تهدد الصحة، وبل من كل المخاطر التي من شأنها أن تفقد هذا السكن خصائصه المناسبة لاحتواء الناس بما يحفظ كرامتهم، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الأخرى. إتاحة إمكانية الحصول على السكن، هذا أيضا معيار هام، وهو إمكانية الحصول على سكن ملائم يجب أن تكون متاحة لأولئك الذين يحق لهم الاستفادة منها، ويجب أن تتاح للجماعات المحرومة إمكانية الاستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن الملائم. ويجب ضمان إلى درجة معينة من الأولوية في مجال الإسكان للجماعات، من؟ أي جماعات؟ للجماعات المحرومة مثل المسنين والأطفال وذوي الإعاقة والمصابين بأمراض لا شفاء منها، أي الأمراض المزمنة، أي الأمراض المزمنة بشكل خاص، أي بمعنى أن السكن الملائم يجب أن يتاح للجميع، وهنا التركيز على الأشخاص من الفئات المهمشة والفئات الضعيفة. أيضا يجب الحكومة والجهات المعنية أن تتخذ من الإجراءات ما يلزم لتوفير السكن الملائم لهذه الفئات. الموقع، الموقع أيضا من المعايير الأساسية في السكن الملائم، وهو يجب أن يكون في موقع يتيح، أي السكن في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك من المرافق الاجتماعية. وهذا ينطبق على حد سواء على المدن الكبيرة وفي المناطق الريفية، وفي المناطق الريفية. السكن الملائم أيضا من الناحية الثقافية معيار أساسي، معيار أساسي للحق في السكن الملائم، وهي أن الطريقة التي يتم بها بناء المساكن ومواد البناء المستخدمة والسياسات الداعمة لها يجب أن تتيح إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن، أي بمعنى أن من حق الأفراد أن يبنوا منازلهم ومساكنهم بالطريقة التي تراعي ثقافتهم، دينهم، قصيتهم الحضارية، هم أحرار في ذلك. هذا بخصوص الحق في الغذاء، عفوا الحق في مستوى معيش كاف، وركزنا على حقوق ثلاثة من خلاله، ألا وهي الحق في الغذاء، ثم تناولنا أيضا الحق في الماء، وبعدها تناولنا الحق في السكن، وأيضا هو أي هذا الحق يضمن الحق في الكساء، أي بمعنى الملبس. دعونا نذهب إلى حق آخر، ألا وهو الحق في الصحة. هذا الحق بالغ الأهمية التي تناولته العديد من الاتفاقيات والإعلانات والعديد من المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، أيضا معنية بإعمال هذا الحق، ومنها على وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية. سنركز على هذا الحق من خلال المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على
واحد، تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، ليست الجسدية فقط أو الجسمية، بل من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. يعني هنا نتحدث عن جسد ونفس، اثنين تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل ما يلي: ألف، العمل على خفض معدل موت المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا. وهذا تدبير مهم، لنتحدث أن هذا المجتمع بالفعل يتمتع بالحق في الصحة. وأيضا ب، تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية. ما هو عند التحسين الصحة البيئية والصناعية بالطبع سينعكس إيجابا على الحق في الصحة، وكذلك الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها. هذا شرط ضروري وأساسي لإعمال الحق في الصحة. أيضا دال، تهيئ الظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. دعونا نذهب لتعريف الحق في الصحة. الحق في الصحة هو حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة فحسب، بل يشمل أيضا المقومات الأساسية للصحة، مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية والمسكن والظروف الصحية للعمل والبيئة والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة. دعونا أيضا في هذا الحق نذهب إلى المعايير الأساسية للحق في الصحة، كما ذكرنا في الحق في الغذاء، الحق في مستوى معيش كافي، وتناولنا المعايير التي يجب أن تتوفر لإعمال هذه الحقوق مجتمع، سواء الحق في مستوى معيش كافي وما تناوله من الحقوق التي تحدثنا عنها قبل قليل. وأيضا هذه المعايير الأساسية التي سنتناولها فيما تتعلق في الحق في الصحة، وكلها بالمناسبة معايير تنص عليها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أول هذه المعايير الأساسية للحق في الصحة، أي بمعنى أن هذه المعايير يجب أن تتوفر لنقول أن هذا البلد بالفعل ينعم المواطنين فيه وينعم السكان فيه بالحق في الصحة. أولها، أي أول هذه المعايير، التوافر، ويعني توفير القدر الكافي من المرافق الصحية. هنا نتكلم عن الكمية، يعني توفير قدر كافي من المرافق الصحية، يعني مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومراكز صحية بالعدد المناسب بما يتناسب مع عدد السكان، والتي تتضمن أيضا المقومات الأساسية للصحة مثل الشرب، مياه الشرب الآمنة ومرافق الإصحاح الكافية، وأيضا عدد مناسب من الموظفين الطبيين، يعني من أطباء، من ممرضين، من مهنيين، من مدربين، من أدوية، من مستلزمات طبية، من أسرة، كل هذا يجب أن يتوفر بالعدد المناسب. ننتقل أيضا على معيار هام، معيار هام، وهو إمكانية الوصول. ينبغي أن يتمتع الجميع وبدون تمييز بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة. وتتسم إمكانية الوصول بأربع أبعاد، أي بأربعة أبعاد متداخلة مع بعضها البعض، وهي عدم التمييز. أول شيء عدم التمييز، يجب أن يتمتع الجميع بالاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، لا سيما من الفئات الضعيفة والمهمشة. اثنين، إمكانية الوصول المادي، أي أن يتوفر للجميع
سيما الفئات الضعيفة المهمشة إمكانية الوصول السهل والآمن للمرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة. ثلاثة، الإمكانية الاقتصادية للحصول أيضا عليها. يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة. هنا نتحدث عن تكلفة. وأربعة، إمكانية الوصول إلى المعلومات. المعلومات مهمة جدا عن الواقع الصحي في البلد. من حق الناس أن يعلموا ويعرفوا جيدا عن الواقع الصحي في البلد، لأنه بالفعل يمس بحقوقهم الصحية. كما من جانب آخر، يجب أي معلومات تتاح يجب أن لا تؤثر عن خصوصية المرضى وأسرارهم. بند آخر يتعلق في المقبولية، بمعنى أن تراعي جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة الأخلاق الطبية وتكون مناسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة الأفراد وأن تراعي متطلبات الجنسين، فضلاً عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية للأشخاص المعنيين. أيضاً معيار هام يجب توافره لإعمال الحق في الصحة، وهو الجودة، أي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافيا، أي أن تكون مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك في جملة الأمور موظفين بالطبع، أطباء مهرة، ممرضين مهرة، أسرة نظيفة، عقاقير وأدوية ومستلزمات طبية ذات جودة عالية، مياه شرب وإصحاح، ومرافق صرف صحي، كلها تكون مناسبة. هذا والله ولي التوفيق، ونرجو الله لكم السلامة. وإلى محاضرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.